يلا بينا بقى نفتح علب المجوهرات. المعالق الجديدة وصلت ما شاء الله، اللهم بارك. الباكنج محترم جدا، حاجة محترمة قوي قوي قوي. معالق تحفة التحف، ايه الجمال ده ما شاء الله. شايفين الحلاوة؟ شايفين الجمال؟ دي اطقم معالق 48 قطعة، 12 من كل مقاس. يا جماله، معانا سكينة، معانا معلقة كبيرة، معانا شوكة كبيرة، معانا معلقة صغيرة للشاي. لعشاق بقى السيلفر، شايفين الرقة والجمال ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ ايه الجمال ده؟ 12 من كل حاجة يا جماعة. ده الختم بتاعها، أرشيا ستانل ستيل 18/10. ده الختم الأصلي بتاع المعلقة، وطبعا لازم نتأكد من وجود العلامة المائية. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا المعلقة دي ممكن ناخدها في استعمال المطبخ. شايفين ده الختم الخلفي بتاع المعلقة والشوكة، يا جماله يا حلاوته. زي ما قلت لكم الباكنج حلو قوي، المعالق دي تنفع هدية حلوة قوي. ده طبعا المعالق اللي هي المط، يعني طبعا اللميع هنا دي المط، ودي الشوكة. شايفين الحلاوة ما شاء الله، اللهم بارك. يا جماعة اللي عايز يعرف الأسعار يسيب لنا أي تعليق في البوست، واحنا هنرد عليه بالسعر على طول. طبعا التكوين زي ما قلنا 12 من كل حاجة، هنا تحت هنا بيبقى باقي التكوين زي ما انتم شايفين كده، متقسم تقسيمة زي الفل، 12 من كل حاجة. بصراحة المنتج جميل جدا جدا جدا. شايفين؟ وزي ما قلنا لازم نتأكد من وجود السيريال نمبر. شايفين العلبة من تحت؟ وده السيريال نمبر بتاع المعالق، تمام. وده الكتالوج اللي بيجي مع المعالق، تمام.